الحمد لله حنا كما كيعرف الجميع كنمروا بواحد الازمه اللي شويه صعيبه. كنشكر الجمهور اللي بقى تيق فينا وجاو ساندونا صراحه. جمهور اللي كبير، اي واحد كيتمنى يلعب قدام هذا الجمهور، جمهور صراحه عمره ما تخلى علينا. حاجه باينه، خرجنا من ثلاثه ديال المسابقات في ظرف ديال شهر ونص تقريبا ولا شهرين. كنظن حنا كنتحملوا المسؤوليه، ولكن كنتحملوا غير واحد الجزء ديال المسؤوليه. كاين بزاف ديال الاسباب اللي خلاتنا ما انتصرناش، ما خلاتنا مابقاش نقدموا مقابلات في المستوى. كما كعرف الجميع باش ترينو بك ثلاثه ديال المدربين واربعه ديال المدربين في ظرف ديال شهرين ما كتكونش سهله. الحمد لله الامور دابا غاده من الحسن للاحسن. كنشكر الجمهور صراحه اللي كيجي ساندنا وجا ساندنا وبقى ديما تيق فينا وديما وقف في جنبنا فين ما كنوحلوا، كيوقف في جنبنا تيعاود يهزنا وكيهز الفريق، ما كيسمحش في الفريق. انا كنطلب من الجماهير باش تجي تبقى ساندنا كما ديما، لان فريق الوداد ما محتاج اللاعب فلان ولا اللاعب فلان. فريق الوداد عنده جمهور كبير، عنده جمهور هو اللي كيحميه، وكنطلب من الجماهير باش ترجع ساندنا ان شاء الله. فالحمد لله ثلاثة النقاط اللي حققنا فهي مهمة لنا احنا كلاعبين. فالضغط اللي كان كيتمارس علينا في الشهر الأخير، فكاع اللاعبين ما كانوش ذهنيا مزيانين. فالحمد لله استطعنا نخرجوا بجوج انتصارات في جوج ماتشات الآخرين، فإن شاء الله غادي نحاولوا ما أمكنش نخرجوا الفريق من المرحلة هذه. وحنا كلاعبين فاحنا اللي مسؤولين، احنا الأول وحنا الآخرين اللي مسؤولين على هاد على هاد النتائج هذه اللي حققتها الوداد في الاونه الاخيره. ان شاء الله نحاول ما امكن باش نرجعوا الوداد المكانه ديالها ان شاء الله. وكما كعرف الجميع في الشامبيونز ليغ ان شاء الله اللي بدات، وان شاء الله غيكون الماتش ديالنا في شهر 12 ان شاء الله. غنحاولوا نعاودوا الانتكاسه اللي وقعت لينا والاقصاء ديالنا ان شاء الله باش نرضيو الجماهير ديالنا اللي كتسنى منا الكثير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فبالنسبه للفوز فهو مهم بالنسبه لنا، خاصه في هذه الظرفيه. قمنا بواحد الماتش كبير اللي كملوا الجمهور اللي حضر بزاف باش ساندنا. الحمد لله تأتتنا ثلاث نقاط، وان شاء الله غنرجعوا للصداره ان شاء الله، ونمثلوا الوداد اللي كنا معولين كنمثلوها كالعاده. وان شاء الله ما كنقول للجماهير الوداد ان يجي ساندنا، وان شاء الله نكون عن حسن ظن الجماهير ديالنا. الحمد لله ثلاث نقاط تخلينا اننا نرجعوا الثقه للاعبين، لان صراحه بعد النتائج السلبيه اللي حصلناهم في تظاهرات شويه كبيره زعزعات شويه اللاعبين، حتى يعني الجماهير ما كانتش راضيه. هذا الشيء هو خلى ان اللاعبين يكون عندهم ضغط، لان فريق الوداد فريق الالقاب وفريق النتائج الايجابيه. وهذا الشيء اللي الحمد لله استطعنا اننا ندخلوه اللاعبين اللي باش يرجعوا الثقه لنفوسهم ونحصلوا على ثلاث نقاط سيرتو في الميدان ديالنا. الحمد لله ضد فريق بن رشيد وضد الفتح، يعني مقابلات ما كانوا سهلين. ونتمنى ان شاء الله نكملوا في نتائج ايجابيه اللي تخلينا اننا نفرحوا الناس اللي تثيقوا في اللاعبين رغم النتائج السلبيه، ولكن الحمد لله نعرفوا بان الجماهير تثيق في اللاعبين ديالها وتدعمهم خلال 90 دقيقه. نتمنى اننا نكونوا في عند حسن الظن ديال فريق الوداد وحسن الظن ديال الجماهير اللي تثيق في اللاعبين. غنرجعوا في النتائج الايجابيه والاداء يكون احسن ان شاء الله. يعني اليوم ما كناش في الفورمه ديالنا، ولكن عرفنا كيفاش نتعثروا وتلات اهداف ما سهلاش. فريق الفتح الرباطي فريق كبير وكيعرف يلعب كره حديثه، وشفت الدراري اللي عندهم دراري صغار يعني كيعرفوا يلعبوا الكره، عرفنا كيفاش نجاهلوا المقابله وربحنا. بطبيعة الحال يعني أي مدرب كيطلب منك هذاك الشيء اللي كيبغي، يعني كيكون مثلا كيكون بنزرتي كيطلب منك شي حوايج اللي كتكون مرتاح في التيران، كيجي شي مدرب كيطلب منك حوايج أخرين، يعني خصك تمشي على حساب المدرب شنو كيبغي، يعني ما يمكنش دير شي لاعب ديال المدرب آخر، فهمتي؟ كنتمنى إن شاء الله باش الجماهير تفهم هذا الشيء، وإن شاء الله نقولوا الكلمة ديالنا في التيران إن شاء الله. نتمنى ان شاء الله باش نرجعوا الاداء ديالنا، يعني خصوصا الجماهير ولفات الفرقه في واحد الاداء اللي رائع. نتمنى ان شاء الله باش نزيدوا نرجعوا المستوى ديالنا ونقولوا الكلمه ديالنا في باقي المباريات ان شاء الله.